امبارح كمان الرئيس التقى عدد من المسؤولين والاعلاميين على هامش احتفاليه وزاره الداخليه بعيد الشرطه ال 72 واتكلم عن الاوضاع في مصر بشكل عام وقال ان اللي اتعمل في بلدنا خلال الفتره اللي فاتت حرام انه يضيع مننا وانه ربنا اعاننا في ظل ظروف صعبه جدا وقدرنا نحقق اللي قدرنا نحققه حتى الان يا جماعه. كمان سياده الرئيس قال ان الامور كانت ماشيه كويس جدا لغايه 2020 لكن تاثرنا سلبا بسبب ازمات كورونا وروسيا واوكرانيا وغزة. خلينا نتابع مع حضراتكم جزء من كلام سيادة الرئيس ونرجع على طول. بكلم ده للمفكر والمثقف والإعلامي وللمسؤول حتى في الدولة، لأي وزير ولأي محافظ لأي حد، ما لو أنت ما خدتش بالك الموضوع هيبقى ترتب عليه مشكلة كبيرة جدا كلنا هندفع ثمنها، واللي اتعمل في بلدنا حرام يضيع مننا. ربنا سبحانه وتعالى عنا في ظل ظروف لا يمكن ابدا لدوله زي حالتنا تعمل اللي عملته، ما تقدرش. ليه؟ انت عندك عدد كتير من الناس ومواردك محدوده جدا، وانت متصور ان يعني ايه ان الموارد دي تكفي كل شيء. لا، طب احنا زدنا 26 مليون النهارده من 2011 للنهارده، هو ده رقم ملوش تاثير، ملوش مطالب في كل شيء في كل قطاع. فانا انا بقول الاول يا ترى هل هي كانت ازمه اولويات؟ لا، بس انا بتكلم كراصد لراي عام في مصر وقدرته على التحمل بعد فتره صعبه مرت في قبلها ثم في 2011 و12 و13 ويعني ما عندوش امل وعنده حاله احباط كبيره وكان التفجيرات في كل مكان والناس حاسه ان البلد بتضيع. فانت كنت عايز تقفز بيهم من الحاله المعنويه وحاله الاحباط وعدم الثقه لحاله تانية. الامور كانت ماشيه كويس بجد لغايه 2020 وكان معدل النمو يعني اكتر من 6%، مش كده يا دكتور؟ و 6% مش لفئه لطبقه، لا انت بتتكلم لكتله، الكتله الغلبه اللي هي الناس اللي احنا بنستهدفها دايما اللي هو الغلبان. انت عايز انت اي حد اي حكومه اي مسؤول عينه على مين؟ عينه ابدا مش على الراجل المستور او الاسره الغنيه لانها تقدر تحل المساله حتى لو كانت بتعاني شويه، لكن الغلبان ده يطحن في الارض هيجيب منين؟ هيجيب منين؟ يصرف ازاي؟ يودي ولاده مدرسة ازاي؟ يأكلهم ازاي؟ يدفع كهرباء ومية ويجيب لبس ازاي؟ لما الدنيا تبقى صعبة كده. فالفكرة كلها ما كانتش أبدا أزمة أولويات، لا. الموضوع كان واضح إن لابد إن الدولة دي تتماسك وبأسرع ما يمكن، لكن خلي بالكم لو حليت أزمة الدولار فيك يا مصر ولا يهمني أي حاجة تاني. الأزمة دي إيجابيتها حاجة واحدة بس. فرض الحل علينا ان احنا لازم نحل مسألة الدولار بشكل ايه بقى؟ نهائي.